أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيانات: نزوح نحو 200 عائلة من مناطقها شمالي النصرية جراء أزمة المياه. وفي المدى نطالع: وساطة إيرانية تنجح في رفع تحفظ الصدر حيال المالكي والخزعلي مقابل حصر السلاح بيد الدولة. في كتابات نقرأ: نجل خامنئي بعد سليماني ضغوط إيرانية على الصدر لإعادة الحياة للتحالف الشيعي. نقرأ في الجزيرة: نتنياهو الأسد لا يمانع إقامة قواعد إيرانية وبقاء حزب الله. نطالع في العربي الجديد: مقترح في الكونغرس الأمريكي لعقوبات جديدة ضد تركيا. جاء في القدس العربي تحت عنوان: الولايات المتحدة تفشل في تعديل مشروع القرار العربي الإسلامي حول حماية الشعب الفلسطيني. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة: ترامب يعلن انتهاء التهديد النووي لبيونغ يانغ. أهلا بكم. في العراق صراع لا ينتهي بين شركاء العملية السياسية المتشاكسين، ورغم أن السنوات الخمس عشرة الماضية شهدت فصولاً عديدة من أطوار النزاع والخلاف وسياسة الإزاحة والتصفية فيما بينهم، إلا أن مشهد هذا الصراع أخذ مؤخراً ولا سيما بعد الانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل، أخذ منحاً آخر مختلفاً لا يقوى أولئك المبتدئون الجدد الذين هرول بعضهم صوب العملية السياسية وزحف آخرون على أعتاب أبوابها على الصمود فيه أمام خداع محترفيه الذين صنعوا على أعين الولايات المتحدة صنعوا أنفسهم. جاء هذا في مقال للكاتب أن الولايات المتحدة وإيران، جاء في مقال للكاتب جهاد بشير في صحيفة البصائر العراقية. جاء حريق المفوضية وتفجير مخزن السلاح الميليشياوي الذي سبقه كبداية ذات دلالات عديدة تطال جوقة العملية السياسية كلهم، القدماء منهم والجدد، فكأنه وما يوازيه ويصحبه من تصريحات تحريضية تارة وعدائية في أخرى يقرع طبول الحرب التي توصف بأنها قائمة على مصالح سياسية وفئوية سيخرج منها كبار أطرافها ومحترفوها بمغانمهم، ويحترق صغارها والمبتدئون أسرع من صناديقها التي أحيلت رماداً تدره الرياح. ولعل من اللافت أن عدداً من الصحف والمواقع الأمريكية كشفت شيئاً من السيناريو المتوقع في ضوء مجريات الأحداث، لتقول بالحرف الواحد إنه في الوقت الذي يبحث النازحون عن أمل في العودة إلى ديارهم، يمهل الساسة لصراع جديد ذي تداعيات خطيرة لا ينبغي إغفال حقيقة مهمة يجب أن تكون نصب الأنظار، وهي أن العملية السياسية رغم أنها أمست كومة من الرماد، فإن رعاتها الدوليين والإقليميين سيعملون على ذره في عيون الرأي العام بمحاولة إيجاد مبررات ومخارج لإبقاء مشروع الولايات المتحدة في العراق الممهد لمشروع أكبر في المنطقة. وبطبيعة الحال فإن ثمنا لابد أن يدفع في هذا السياق. وكخطوة ابتدائية لمعرفة ما يلزم في مواجهة تزايد المخاطر، لابد من الإيمان بأن الشعب العراقي قاطع الانتخابات ونقل بمقاطعته هذه العملية السياسية إلى حالة من الاحتضار في موقف خلط على رعاتها أوراقهم فتلاشت بذلك توازناتهم، ولأن العراقيين باتوا مقتنعين تماما بأن النخبة السياسية تتخذ منهج العداوة والبغضاء في إدارة البلاد، فإن الحرب المتوقعة لن يكون للشعب فيها لا ناقة ولا جبل، ولكن اللاعبين سيديرونها صوبه كما جرت العادة. لذلك يلزم على جميع العراقيين الحذر والبقاء على وتيرة الوعي نفسه الذي تنام عندهم فأصابوا العملية السياسية في مقتل.
لم تحرق الصناديق بل أحرقت العملية السياسية برمتها، هكذا عنوان الكاتب طلعت رميح مقاله في موقع الهيانت. احترقت الصناديق التي أدلى فيها بعض العراقيين بأصواتهم خلال انتخابات البرلمان، وجاءت عملية حرق الأصوات بالأحرى بعدما انتقل موقف من شاركوا في الانتخابات أنفسهم من حالة التشكيك في الإجراءات والنتائج إلى عملية صراعية خطيرة تطورت عبر مجلس النواب فأطاحت بهيئة أو بسدة المفوضية العليا للانتخابات وقررت إعادة العد والفرز يدويا، وجاء حرق الأصوات ليؤجج الشعور بصحة ما قيل حول تزوير الانتخابات وليحول جهود ودور اللاعبين في داخل العملية السياسية للاحتلال إلى معول هدم يعمل لجر المجتمع العراقي يكون وقوداً لصراعهم المتوحش ضد بعضهم البعض. الآن احترقت العملية السياسية تماماً، فالاتهامات بالتزوير لم تأتي من خارج المشاركين بل هي جرد ضد بعضهم البعض، ومفوضية الانتخابات كهيئة وأفراد باتت في عين الاتهام، وذلك يعني أن المفوضية التي هي صاحبة تسكين المتعاونين مع الاحتلال في أجهزة سلطة الاحتلال تشريعية وتنفيذية قد أطيح بها، بما يفتح الطريق لصراع عميق ومدمر. هنا يمكن توجيه الأحداث من وضعية الاندفاع نحو تدمير أعمق للعراق التي يندفع لها المشاركون في العملية السياسية إلى وضعية الصراع ضد العملية السياسية للاحتلال من قبل الرافضين لها، صعودا نحو تحقيق بناء سياسي وطني. وإن طال وقت الصراع، الأهم في قراءة المشهد الراهن هو أن الرافضين من الشعب للمشاركة في العملية السياسية وهم الأغلبية بحكم تدني نسبة المشاركة التي لم تتعدى 19% من الناخبين، قد صاروا أكثر بصيرة في رفض المشاركة مجددا، وفي الأغلب صار ممكنا تطوير موقفهم من الامتناع عن المشاركة إلى الرفض القاطع للعملية السياسية برمتها، فيما المشاركون فيها صاروا في وضع التفتت والهزيمة والانكسار يأكل بعضهم بعضا، والأيام حبلى بتطورات خطرة فيما بينهم. الكاتب يضيف: الآن يعلو السؤال الوطني البعيد عن أسئلة وألاعب وتضاغطات وصراعات وحرائق المتعاونين مع الاحتلال، السؤال الوطني بات مطالبا به اليوم بإعادة طرح المضمون الوطني للبناء السياسي. تتصاعد الدعوات ويحتدم الجدل عن مصير مستقبل النظام السياسي العراقي القائم منذ 2003 بعد أن انكشفت حقيقة تزوير الانتخابات العراقية وسعي الفاسدين إلى طمسها عن طريق حرق الصناديق الانتخابية، نتيجة طبعا لفشل ما سمي بالعملية الديمقراطية الهادفة إلى إقامة نظام شرعي يسمح من خلاله للشعب في التصويت للتعبير عن حق المواطن للإدلاء برأيه في الانتخابات لاختيار ممثليه. هذه هي الديمقراطية انطلاقا من المصلحة الديمقراطية المعلبة القائمة على مبدأ تبادل السلطة. ونتيجة لهذه التطورات الخطيرة تباينت آراء العديد من الخبراء والمتخصصين في السياسة والقانون الدولي حول مستقبل بقاء العملية السياسية بعد فشل النموذج الحالي الذي حملته الأحزاب والنخب الحاكمة، بحسب الكاتب أمير المفرجي في مقال له بصحيفة القدس العربي. لا شك في أن العملية السياسية التي أريد لها أن تعمل بالغش والتبعية والفساد قد انفجرت أخيراً في وجوه صانعيها من القوى والأحزاب المهيمنة على السلطة، بعد أن أوصلت ثقافة تعددية الانتماء للطوائف والمكونات العراق إلى النفق المسدود في ظل تعدد المرجعية الدينية والعشائرية المنبثقة من تلك التعددية الفئوية، وتغييب ومحاربة النخب السياسية الوطنية البديلة عن طريق الفاعل الخارجي ودوره في تغييب شرعية السيادة الوطنية، حيث كان للفاعل الأمريكي والإيراني الأثر الكبير في إدارة هذه المسيرة الديمقراطية العرجاء في العراق التي تنقصها الشرعية الوطنية التي هي أساس وجود الدولة وقدرتها في إرساء أسس الديمقراطية التي تضمن تطبيق القانون وتمنع المرتشين والمزورين من التأثير على نزاهة الانتخابات وتشريع القوانين.
حيث يرتبط مفهوم السيادة بالدولة ارتباطاً جوهرياً، انطلاقاً من كون مفهوم السيادة يمثل رمز هيبة ووجود الدولة، كما أنها الأساس الذي يثبت حق الشرعية في الحكم وفرض السيطرة أو السلطة الشرعية للمجتمع العراقي والدولي. من هنا وبعد أن حرقت العملية السياسية صناديق الاقتراع بأيادي أحزابها، أصبح من الملزم العمل إلى عقد مؤتمر وطني شامل لرسم ملامح الفترة المقبلة من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطنية مستقلة مثلا تكفل إتاحة الفرصة للعراقيين لتغيير جذري كامل لطبيعة العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية، والبدء بتثبيت حكومة شرعية بسيادة وطنية عراقية خالصة خارج التأثير الأمريكي والإقليمي والإيراني. فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشارع العراقي بإعلان تحالف انتخابي طائفي لتشكيل الحكومة الجديدة خلافا للتصريحات والبيانات التي أصدرها طيلة الأشهر الماضية والتي تعهد خلالها بتشكيل تحالف عابر للطوائف بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديد. مقتدى الصدر الذي قدم تعازيه للشعب العراقي منتصف يناير كانون الثاني الماضي بإعلان تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي قائمة النصر مع هادي العامري زعيم قائمة الفتح، وصفا إياه بالتحالف البغيض والطائفي المقيت، عاد اليوم للتحالف مع القائمة نفسها وهي الفتح الممثلة للحشد الشعبي والمرعية إيرانيا بشكل مباشر. بدوره أوضح عضو التيار المدني صلاح الشايع للعرب الجريدة أن التحالف الجريد سيحاول ضم كتل سنية وكردية إليه للإيحاء بأنه تكتل غير طائفي، غير أن الواقع هو أن الكتلة الأكبر سيبقى عنوانها طائفياً، ولا قيمة لأي تحالفات تكميلية أو تجميلية مع كيانات أخرى من طوائف ثانية، وهذا بعكس ما وعد به مقتدى الصدر. التحالف الجديد وفقاً لمصادر سياسية عراقية جاء بترتيب وتنسيق إيراني لمنع اقتتال شيعي شيعي كان يلوح بالأفق عنوانه الصدريون مع فصائل بميليشيات الحشد الشعبي. وقال سياسي بارز في بغداد للعرب الجديد إنه تحالف ضروري بإصرار إيراني والطرفان غير متحابين، في إشارة إلى مقتدى الصدر وهادي العامري ومساعده في تحالف الفتح قيس الخزعلي. التحالف الذي أعلن عنه ما زال غير ثابت ولا نهائي، وكل التحالفات قابلة للتحرك والتغيير، وهناك تحالفات عقدت وتفككت لذا قبل المصادقة القضائية على نتائج الانتخابات لا يمكن التعويل على أي تحالف يبرز. أزمة الانتخابات الأخيرة في العراق مفتوحة على احتمالات شتى، مثلا استعصاء التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، إلغاء النتائج والذهاب إلى انتخابات أخرى، صدام شيعي شيعي مسلح. يا سمح الله، المؤسف أن تتجدد الحاجة إلى الكفالة الأمريكية والإيرانية، فمرة أخرى يتبدى أن الداخل العراقي يرغب في التغيير ولا يستطيعه وحده، أما الاستعانة بصديق فمن المؤكد أنها تعيد الوضع إلى دوامة الفشل والعجز، بحسب الكاتب عبد الوهاب بدر خان في مقال له عن توافق الأمريكي الإيراني في العراق بصحيفة الحياة اللندنية. لم يتخلى الفريق الإيراني عن اللغة العسكرية في مخاطبة العراقيين، ولم يعدهم بغير مواصلة النهج الميليشياوي الذي أوصله إلى الهيمنة على الدولة، ولم يقترب ولو قليلا من الاعتراف بمسؤوليته عن أخطاء ولايتين سيئتين لنور المالكي، ولا بمسؤوليته عن فضائع وانتهاكات ارتكبها الحشد وزادت منسوب التحقل الطائفي والمذهبي. لعل عذره أن إيران لم تبلغ بعد مرحلة جني ثمار تصدير الثورة إقليميا، ولا بد من الاستمرار في خدمتها والولاء لها وهي في اللحظات الحرجة قبيل انتصار مشروعها أو انكساره. وطالما أن هدف أتباع إيران بهذا الوضوح فلا يتوقع منهم أن يكونوا معنيين بالدولة العراقية والجيش الوطني إلا بمقدار تماهيهم مع أهداف إيران أو ابتعادهما عنها، فالمصلحة العراقية ليست في أجندتهم، بل يرون في التقارب والانفتاح عربيا تشويها لهوية عراقهم الفارسي، وفي تحسين الوضع الاجتماعي تراخيا في العسكرة
وفي محاربة الفساد ونزع السلاح غير الشرعي استهدافاً لنفوذهم وتهديداً لوجودهم نفسه. ولو كان لديهم وعي بالمصلحة العراقية لأدركوا أن وجودهم في الحكم بالعقلية السياسية البالية ذاتها بات عبئاً على مستقبل العراق دولة وشعباً، وبالتالي عنواناً لإبعاد أي مساهمات خارجية في التنمية وإعادة الإعمار. يوحي التوجه الأمريكي بأنه يرمي إلى البناء على تجربة العباد وتطوير ما أنجز خلالها من قبول داخلي وثقة خارجية ومن تعزيز للجيش وقوى الأمن واستعداد لتفعيل التنمية ومكافحة الفساد. في المقابل لا يقدم الإيرانيون وفريقهم خيارات داخلية وخارجية تبرر عودتهم إلى تصدر الحكم ولو بتسوية تبقي العباد في رئاسة الحكومة، إذا خلص الأمريكيون إلى أن التفاهم مع إيران لا يزال له أولوية في العراق، فلا بد من ضحية لتجديده. تعمل البرلمانات في الدول الدستورية على لم شمل شعوبها وتوحيدها من أجل الرفاه والتقدم الاجتماعي ومن أجل السلم والسير على طريق تحقيق الرغد والسعادة لمكوناتها بتلبية مطالبها اليومية وإيجاد حلول لما تعانيه. أما برلماننا الديمقراطي جدا فقد سد أذنيه وعينيه عما جرى ويجري، وبقي غالبية أعضائه وكتله الحاكمة مشغولين بتحقيق مكاسبهم وأرباحهم من الأنانية التي أزكمت روائحها الأنوف وجرى عرضها في الإعلام الداخلي والخارجي حتى. ورغم أنواع المناقشات والتنبيهات الإعلامية التي شارك فيها عدد من أعضائه المخلصين، هكذا كتب لقضية الشعب مهند البركفاي بمقال له عن الديمقراطية في العراق بصحيفة المدى. تحركت دوائر وشخصيات إقليمية وخصوصا إيرانية تحت غطاء التهنئة بنجاح الانتخابات لتعرض أنواع الإغراءات والتهديدات وكأن البلاد ملكها، وحركت معها أنواع البرلمانيين الخاسرين من الكتل المتنفذة للاعتراض على نتائج الانتخابات بكل الطرق، من إلغاء نتائج في مراكز ومحطات وصولا إلى إلغاء الانتخابات ككل كما يطرح بعضهم، رغم إهمال البرلمان وكتله المتنفذة بأعضائها الخاسرين ذاتهم كل المطالب الألفة الذكر في أعلاه لضمان نزاهة الانتخابات، فيما يصف حريصون ومستقلون الاعتراض بكونه اعتراض على فقدانهم السلطة بتلك النتائج، أي فقدانهم المال والحصانة والأرباح، ويحذر مراقبون من مخاطر صراع خفي تسوقه الجهات والأفراد الأكثر تطرفاً من عراقيين وإيرانيين من أجل الوصول إلى بناء دولة إسلاموية في البلاد، متناسين وغير مبالين بأن المشروع الإسلامي العراقي قد شوه وسرقه الحرامية عندما جرى تعيينهم في مقاعد الحكم، كما عبر عنه شعار مئات الآلاف المحتجين نساء ورجالا وبغالبيتهم الشيعية باسم الدين باغون الحرامية. هناك أسئلة أساسية كثيرة بقيت قائمة، مثل مثلا من سيضمن نزاهة العد والفرز اليدوي ومن سيقوم بها فعلا غير ذات موظفي المفوضية الموزعة ولاءاتهم على المحاصصة وعلى من جاءوا بهم. بعيداً عن السياسة، تملك شركة أوبر لخدمة استدعاء سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية طلب تسجيل براءة اختراع يتم النظر به الآن لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، يتعلق بتقنية ذكاء اصطناعي تتمكن من تمييز الركاب المخمورين عن
غير المخمور. ووفقا للطلب فإن التقنية ستستخدم بالأحرى لرصد أنشطة غير معهودة للمستخدم، تتضمن موقع الراكب وعدد الأخطاء المطبعية التي يتم إدخالها في تطبيق الجوال وحتى الزاوية التي يتم بها حمل الهاتف الذكي. ويضيف أن من شأن هذه التقنية أن تساعد الشركة على اتخاذ إجراءات للحد من العواقب غير المرغوبة المتعلقة بالركاب المخمورين. ويشدد التطبيق على اهتمام وادي السيليكون كما جاء في التقرير المتزايد بالذكاء الاصطناعي، وهو مجال تهيمن عليه شركات التقنية الكبرى. فشركات مثل جوجل وفيسبوك وغيرهما مشغولة بتطوير آلات وحواسيب أو أنواع أخرى من الأنظمة التي يمكنها إظهار ذكاء شبيه بذكاء الإنسان. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.